فعلا عن مقتل سليماني والمهندس؟ نعم، هي قلت وزارة أنباء، لكن الآن هناك لعين للمشحان الجمهوري وهو النائب السابق في البرلمان العراقي ينهى عضوة المهندس من خلال تغريدة على تويتر. هو مشحان الجمهوري النائب السابق في البرلمان العراقي قبل قليل من الآن نعى أبو مهدي المهندس وقال بأنه قد قتل في الصواريخ التي استهدفت مطار بغداد الدولي قبل ساعات من الآن. لكن حتى هذه الساعة هناك كم هائل من الأنباء المتضاربة حول من هي الشخصيات التي قتلت في هاتين السيارتين. الرواية بدأت الآن. نعم، طائرة هبطت في مطار العاصمة العراقية بغداد. محمد الجابري وهو مسؤول العلاقات أو التشريفات بنقل شخصيات غير عراقية.